قدامي. ادخل الأرض. تعرف يا عادل أكتر درس كنت بحبه في حصة التاريخ إيه؟ مذبحة الجلعة. لا برافو، برافو حسن، بتتعلم بسرعة. بجد مبسوط منك. طول عمري بسأل نفسي يا ترى أنا بعرف أختار رجالتي صح ولا بختارهم غلط؟ بس للأسف طلعت بلح. تعالى حسن ناكل لقمة مع بعض جوه. تعالى حسن اقعد كل. اقعد يا حسن. انا كنت مستنيك عشان ناكله سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا حسن. عامل ايه يا عادل باشا؟ وحشتنا يا حسن. والله كنت لسه في سيرتك قبل ما تدخل بدقيقه مع مروان. كنت بقول له ان انا عايز اقعد اتكلم معاك على انفراد، واللي حصل ده مجرد استضافه مش اكتر. والله الحكايه دي بينكم انتوا اتنين، انا ماليش طالع بيها. انا جاي هنا عشان اسمع دي مهاجم. اظن كده كفايه. كفايه ايه؟ بطلت؟ لا طبعا اتفضل. بس احنا غلطنا وانتوا كمان غلطتوا، يعني كده خلصانه. لا غلط عن غلط يفرق. ولا يا والد مهدي؟ وبعدين ايه خالصين جاي؟ اسمع يا ست ريم، أنا ما بحبش حد يدوس لي على طرف، وفي جين قديم لسه ما تسدد شيء، والمثل بيقول إيه؟ ما يدعش حد وراه إيه؟ مطالب. إيه وده؟ وحق محرم. ماله محرم؟ اللي أنت عملته فيه، ولا أنت نسيت يا مروان؟ عملت إيه؟ ده أنا فتحت له دراعاتي، مش كده وبس. أنا وقفت في ظهره لما كان عمدة. هو راضي ده بإيه؟ بإساءة. وما تنسيش كمان اللي عمله معايا أنا وحسن. لما كانش اتقتل أنا كنت قتلته. أنت عايز إيه يا مروان؟ أنا مش عايز أي حاجة. أنا عايز أسمع عن الباشا ومطالبه إيه. أنت خنت العهد يا مروان. أنا ما خنتش. أوعى تقول ليه؟ أنت كده بتشتمني. أنت عقودك كتير. بعترضها على كل الناس. وما تنسيش كنت فاكر ان انا وحسن لقمه طريه ممكن تمضغها. والمطلوب ايه؟ جبت الورقه على دورك ليه؟ انت عارف يا مروان ان انا عمري ما اجيب ورقه، وانت عارف ده كويس جدا. لا واضح فعلا انك لا خايف ولا قلقان. اقسم بالله انت ما قد اللي انت بتعمله ده. عايز تقلبها بيني وبينك يا حسن؟ يلا بينا. بس بس مروان هنعمل كل اللي انت عاوزه، بس كده كفايه بجد. عين العدل، هو ده الكلام. يلا حسن اقعد اقعد. هبقى اجي ازورك في السجن ان شاء الله، وهجيب لك عيش وحلاوه طحنيه. لا يا حبيبي، العيش والحلاوة دي تجيبهم لقرايبك اللي في البلد مش ليا. أنا إيدي نظيفة ومعليش غلطة واحدة. هات لي أي حد في القعدة دي كلها يقول إن أنا عليا غلطة واحدة. أنا ساق سليم. مفيش عليا أي حاجة. فلة. يلا يا حسن. يلا. كتير قوي. هو إيه اللي يقصده مروان بالظبط؟ أنا مش فاهم. مروان ده هبل وعبيط. أنت عايز يرمينا في السجن. بس هو لو عمل كده هيضره نفسه قبلينا. أكيد عامل حسابه. وإيه الكلام اللي أنت قلته ده؟
ايه اللي انت خط ومفيش حاجه عليك والكلام ده؟ مش فاهمه برضه. كلام يا ريم، بقول اي كلام. اعتبري كل اللي حصل ده كلام. عايزاني ايه؟ ابقى انا ضعيف قدام واحد زي مروان؟ كلام. اه يا نافوخي، اه نافوره الدم هتفر من نافوخي. يا دي المصايب اللي نازله تتحدف علينا يا رب. اروح فين واجي منين؟ حلها من عندك يا رب، حلها من عندك يا رب. وش يا حسن؟ الله على السلامة. أنت كويس؟ بخير. قلبي كان واكلني عليك قوي. خايفة عليا إياك؟ أه طبعًا خايفة عليك. مروان، ما تقولي إيه اللي حصل؟ طمني يا زينب، كل خير إن شاء الله. هو إحنا مش هنخلص من الحكاية دي. من هردة هتسمعي لي برد قلبك، أعرفك إن مروان عند وعده. بركة إنك بخير. أنا نيمت الوقت. همشي، انا اصلا اتاخرت. لا خليكي يا مفيد، انا عايزاك. لا انا همشي. وحشتني قوي يا اخوي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. كبريه، ايه يا اختي اللي جابك هنا؟ تعالي تعالي. ازيك يا كريمة؟ أنا كويسة الحمد لله. عاملة إيه مع الهوانم دول؟ هعمل إيه؟ اسمع مكتوب يا أختي. نيلتي إيه؟ حببتي إيه عشان تيجي هنا؟ تصدقي بالله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول مرة أبقى مظلومة ما عملتش حاجة عفشة. ده أنا فديت بنتك. فديت أكتر واحدة بكرهها في الدنيا. قصدك مين؟ ريتيل؟ تصدقي؟ شلت كفني على يدي وجيت به لحد هنا عشان احميها وافديها. هي كانت هتعمل ايه؟ اقول لك، نعيمه هي اللي قتلت عبد الله الصغير. مين خدت خبر؟ ريتيل. عقلها شت وانا قلبي حس إنها مش هتهمل نعيمة وهتقتلها. قلت لا، ألحق ريتال وامنع النصيبة دي. ما لحقتش وحصل اللي حصل. نعيمة عايشة كده؟ هي اللي قتلت حفيدنا؟